اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات نادي ان فوكس. هنتكلم فيها معاكم عن فن التصوير الفوتوغرافي. النهارده هنتكلم معاكم في اول حلقه عن حلقات الاضاءه. الاضاءه شيء مهم جدا في كل فن بصري، سواء بنتكلم على السينما او المسرح او حتى فن التشكيل او الفن الفوتوغرافي. والاضاءه مش بس انها بتدي لي حاله المشهد اذا كان هو مشهد مثلا رومانسي او فيه غموض او فيه خوف، لكنها كمان بتكون احيانا اداه انها توجهني كمشاهد نبص على بطل الكادر بتاعي، بطل العمل الفني بتاعي. فالحقيقه الاضاءه شيء ملهم جدا، عشان خاطر نفهمه لازم نخش فيه بمرحله بنمشي من التوقف او شيء من يعني تمهيد شويه، عشان خاطر هي فكره النحو في اللغه العربيه هي حاجات بتبني فوق حاجات في الاخر. طيب في الاول الاضاءه نفسها ايه فكرتها؟ فاكر ان زمان خالص لما كان عندنا في بيتنا نور بيقطع، كان اول انطباع بيجي لي ان اجيب الشمعه ولعها واحطها جنب ايدي، اقدر ابص على ايدي جنب الشمعه شكلها عامل ازاي. وانت بتفاجئ ان انا بحس ان اصبحت ايدي شكلها مجسم اكتر، بقى انا شايفها بعناية بس حاسس انها في تقسيم. فكره الضوء عند النور والظل ده اضاف ليها حاله من حاله الجمال. طيب هل الضوء عند الانسان مجرد حاله بصريه؟ بالتاكيد لا، هي حاله بصريه لكنها دايما بتدي معنى من معاني قدسيه شويه. اكيد مش صدفه ان مصر القديم كان بيشوف ان هو عنده هو اله الشمس، وان اليونان عندهم هو هيليوس اله الشمس، وان حتى المسيح في تجسيده الفن القبطي ان بيكون دايما فيه حوالين راسه حاله، او اسف هاله من الضوء حوالين راسه. اكيد ده ليه موضوع معين او ليه معنى معين، فكره ان الشمس او الضوء عندنا بيمثل لي الحقيقه، بيمثل لي الوضوح، بيمثل لي احساس بالامان في الحياه نفسها. الضوء برضه في حياتنا دخل في فلسفه مع احد النظريات الشهيره جدا لافلاطون، واللي سماها كهف افلاطون. افلاطون بمنتهى البساطه هو تخيل ان في مجموعه من المساجين جوه كهف مربوطين بالسلاسل وموجهين وشهم ناحيه اخر الكهف، اللي هو الحائط اللي بيتكون عليه ظل المشهد اللي بيتحرك فين؟ خارج الكهف نفسه. فطول ما هم قاعدين شايفين ايه؟ شايفين ظل الحقيقه اللي هم اصلا ما يعرفوهاش. فجاه هو افترض ان احنا خد واحد منهم وفكنا من ايدي السلاسل وطلع فهو الايه؟ الكهف. طلع شاف ايه؟ شاف الحقيقه نفسها. فحصل له حاله من حالات الصدمه، ما مش فاهم ايه اللي حصل ده. فخاف فطلع يجي جوه الكهف وبدا يحكي لزمايله اللي شافه. محدش منهم خالص صدق الموقف، يعني اقول له انت اكيد بتحلم او حاجه. فحاول يقنعهم ما اقتنعوش، في الاخر قعد جنبيهم وحط ايدي السلاسل وكمل ايه؟ مشاهده ظل الحقيقه نفسها. ده انما هنشيل من احنا في الاخر احنا في حياتنا بنشوف ظل الحقيقه، وان احنا ممكن نوجه بشكل من اشكال واحنا مش عارفين ان احنا شايفين مشهد معين، واحنا مقتنعين ان دي الحقيقه، لكن في الحقيقه ده مجرد ظلها او ده شيء مزيف مش حقيقه نفسها. طبعا لما نيجي نتكلم عن الفن التشكيلي فهو من اوائل الفنون اللي هي يعني داخل فيها الضوء كعنصر ملهم جدا ومؤثر جدا داخل العمل الفني. تيجي تبص على اللوحه دي ازاي عندي الضوء هنا الاصفر بتاع القنديل اللي موجود، وازاي اعمل كونتراست او عامل تباين مع الازرق بتاع السماء في حاله جماليه وجميله جدا، باين تاثيرها عندي على شكل المزياء وشكل الملامح وشكل التفاصيل كلها عندي الموجوده فين؟ داخل المشهد بتاعي. طيب دايما يجي السؤال، احنا لما نفكر في فن تشكيلي الموضوع بحر كبير جدا، ازاي نخش فيه ونحاول نعمل يعني ربط بين الفوتوغرافيا وبين الفن التشكيلي. هنخش مصطلح اسمه الجلاء والعتمه او الكيروسكوبا، واللي هو مصطلح اشتهر جدا او طلب باسم فنانين تشكيليين، اقولهم هو فنان اسمه ويمبرانت، فنان هولندي. ويمبرانت الحقيقه كان عام فنان يعني اكثر عنصر مؤثر داخل لوحاته هو عنصر الاضاءه او الشكل اللي عندي النور والظل داخل لوحاته. نيجي نبص حتى على المكان ده، ده استوديو معمول فتره قديمه جدا عشان خاطر لو حد حب يتصور فيه. طب تعالوا نبص على لوحه ريمبرانت اللي هي فيها طبعا سيلف بورتريه، ونحلل الضوء هنا ازاي. الضوء هنا عندي جيب زاويه 45 درجه اهي، عرفتوا ان انا عندي ظل متكوف في الناحيه الثانيه، والظل او اسف الضوء عندنا شبه لحد ما ضوء سوفت او ناعم شويه. طب تعالوا نبص جوه الاستوديو، هتلاقي ان الضوء جاي بزاويه 45 درجه، وان هو قدامه زي استوربه شفافه عشان يديني اضاءه ريمبرانت. فبالتالي هنا المصور الفوتوغرافي في بداياته كان بيحاكي، ولا زال حتى الان بيحاكي بالظبط اضاءات لوحات مين؟ لوحات ريمبرانت. عندنا حاله هي كارافاجيو، هو رسام ايطالي، لكن هتلاقوا ان هو عنده نفس النهج لكنه لحد ما بشكل فيه قسوه او عنف اكتر، وده باين من اختيار لوحاته او مواضيعه نفسها، مواضيع فيها عنف شويه. وان هتلاقوا عنده ان التباين بين النور والظل هو تباين حاد جدا، يعني اضاءه سبوت قويه جدا على فرش العمل نفسه في وسط خلفيه سوداء تماما، وده بيدي عمليه تقسيم للبطل بشكل قوي جدا. نفس القصه ممكن نطبق نفس الحاله دي بشكل بصري في الفوتوغرافيا. دي صوره فوتوغرافيا اهي واخده نفس طاقه ريمبرانت بالظبط، نفس توزيعها ونفس القصه عندنا برضه. هنا في تاثر جدا بايه؟
بضغط رامبراند بشكل الضوء وتوزيعه داخل المشهد. وده حتى اللي بيدفع للفوتوغرافيا حاله او انطباع يحسسك انها كانها ايه؟ كانها لوحه. هل الضوء مجرد شيء مباشر؟ لا، الضوء دايما بيمثل حاله رمزيه. يعني ايه رمزيه؟ رمزيه يعني شيء بيعبر عن الفكره لكن بشكل مش مباشر قوي. في الفن احنا بنحب شويه نفكر شويه. عمل فني لو طلع بشكل مباشر قوي بتحس ان هو بقى ممل وسهل. لكن الفن جماله ان يكون فيه شيء من ايه؟ شيء من الغموض. طب كمثال هنا عندنا لوحه لويمت برضه، واللوحه دي هو سماها الفيلسوف. اللوحه عناصرها طبعا ايه؟ فيلسوف او شخص عجوز في السن قاعد جنب شباك، وفي سلم منحني بشكل من اشكال وشكل منحني بشكل مختلف شويه ومائل شويه. وفي الركن الاخر في سيده قاعده في الجزء المعتم بتولع الايه؟ الفحم. طب ليه عمل السلم بالشكل ده؟ وايه عندي الجزء اللي هو الرمزي في الموضوع؟ اول حاجه اختيار ان الفيلسوف يكون قاعد جنب شباك، فده معناه كانه بيتلقى الحكمه او الوضوح من خلال ايه؟ مصدر الضوء. طب ليه السلم ما جاش بشكل حاد او قسم اللوحه نصين؟ ليه السلم واخد الشكل المحايد ده؟ هتلاقوا هنا ده مستوحى من نظريه في الفلسفه اسمها الطاويه او التوازن، وهي بتتكلم فكره ان الشر والخير هما شيئين متكاملين. يعني مش ان هو عندي خط فاصل من الاثنين، لا، ان عندي الخير يخش فيه جزء من الشر وعندي الشر يخش فيه جزء من ايه؟ من الخير. وده اتجسد هنا عندي ان عندي الابيض متداخل مع الاسود، ده عندي رمز للخير الابيض، ده عندي رمز للايه؟ للشر. وداخل الخير كتير في عندي مساحه معتمه بسيطه جدا، وداخل عندي الشر كتير في عندي مساحه ايه؟ بيضاء بسيطه جدا. ده معناه ان مفيش عندي حاجه اسمها خير مطلق ولا حاجه اسمها ايه؟ شر مطلق. فهنا هو حط الفيلسوف في الركن اللي هو يمثل لي الضوء الكتير، ماشي، وحط في الجزء الاخر الاسود اللي هو السلم اللي هو بياخد شكل الطاويه، لكنه استبدل هنا العتمه في الجزء الماتم ان حط سيده بتحاول تولع جزء من ايه؟ من الفحم. وده قد يكون له معنى، قد يكون ان هنا الست بتحاول تضيء الجزء الجانب المظلم في ايه؟ في شخص مين؟ الفيلسوف. انها تضيء انها بقى طبعا انها تخليه شخص احسن او تخلي فيه مساحه الخير فيه اكتر. يعني فهنا الموضوع جه بشكل رمزي، هنا الضوء لعب حاله رمزيه قويه جدا، والموضوع ما جاش بشكل يعني ارتجالي لكنه مستوحى من نظريه الايه؟ الطاويه. طب الضوء وسطات البطل، هل الضوء بالنسبه لي مجرد حاجه بتخلي بس الصوره عندي كاضاءه مناسبه بس وخلاص، ولا بتكون موضوع عندي ليها عنصر او يكون عندي ليها دلاله ايه؟ ثانيه. هنتكلم هنا عن لوحه لرسام اسباني اسمه جويا، اسمها الثالث من مايو، وكانت لوحه بتتكلم عن اسبانيا ايام الاحتلال الفرنسي. اسبانيا في الفتره دي كانت عايشه حاله من حاله الظلام شديد جدا جدا، وكان يغلب على الشعب الاسباني فكره ان هو بيؤمن بالخرافات والجن وعفاريت والكلام ده كله. لحد ما جه الفرنسويين احتلوا اسبانيا، وحصل حاله من الثوره تجاه الفرنسويين، وفي ليله داميه جدا تم يعني قمع فيها الثوار بشكل دموي جدا، تم اعدام كل الثوار بعد ما انصروا على الجيش الايه؟ الفرنسي. في اللوحه دي هتلاحظوا ان هو هنا حط عنصر بطل اللوحه عنده في المكان دهوت، وحط هنا قنديل في المكان دوت، وحط هنا صف من العساكر بشكل ما بشكل موظف. فهتلاقوا الضوء هنا عمال يحول لي كتله العساكر ان هم مجموعه كلها من السلويت، مجموعه معتمه، لكن في المقابل خلال اضاءه بشكل موجه وقوي على الشخص اللي هو السائق اللي هو يتم ايه؟ هيتم اعدامه. طبعا اختيار لون اللبس مهم، لان اللبس بالنسبه لي يمثل لي ضوء، اللون يمثل لي ايه؟ يمثل لي ضوء. فهنا اختار حتى تشويه شخصيه الشهيد ده انه ياخد وقفه المسيح بالظبط، ولو حد دخل بلقطه طبعا واحده حجمها ضخم جدا موجوده حاليا فاتحه في اسبانيا، هلاقي حتى ان الايدين فيهم نغزتين اللي هي مكان صلب الايه؟ المسيح. وهتلاقي هو هنا اختار لحظه زمنيه صعبه جدا، ان هو الشخص ده هو في ناس تم اعدامهم قبليه، فبالتالي هو على قيم من اعدامه، ما جابوش ان اول شخص يتعدم، ده احتماليه ممكن يقتلوه ممكن يقتلوش، لكن جابه ان هو بالفعل تم اعدام الاسئله، فهو فعلا هيتم اعدامه. فلحظه نفسيه قاسيه جدا، وهنا شاور لعبات اللوحه من خلال اختيار مصدر الضوء اللي هو همشلي جدا العساكر، لكنه قوالي جدا ظهور او وضوح مين؟ بطل العمل بتاعي. طب الضوء والدراما، الدراما هي كلمه مشتقه من كلمه اخرى اسمها درين او حدث، والضوء دايما بيديني احساس او بيمشي بشكل منسجم جدا مع فكره ايه اللي هيحصل؟ هل احنا هنخش في حاله من حالات الخوف او الترقب او الامل او الرومانسيه؟ فدايما عندي في السينما دي تصوير بيعمل ايه؟ بيبص على سكريبت ويبدا يعمل مقارنه، يقول انا عندي الحاله الدراميه عندي بتتكلم مثلا في مود معين، ازاي اوصل ده عندي من خلال الاضاءه بتاعتي؟ فده يعني الموضوع عندي مش كله حاله واحده. مثلا هنا الاضاءه بتعبر عن فكره التفكير بشكل فيه عمق شويه. هنا تلاقي ضوء فيه يعني حاله الاناقه والرومانسيه، اللون الاصفر ده بشكل معبر جدا. هنا
هنا الوضوح والتعبير بشكل فيه كده في 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 برايتس او في وضوح او في سطوع للضوء. هنا عندي حاله رومانسيه بيشكلها الاصفر عندي مع الازرق، دايما فكرنا باعمال فان جوخ بالذات، يعني الاثنين دول فان جوخ يعني عنده مهمين جدا في كل اعماله. هنا عندي ديناميكيه مقصود بها ان الضوء ما هوش عندي كونتراست قوي، مش اسود ابيض، عندي من اسود لحد الابيض، عندي درجات كتير من الضوء انفتح عندي لحد الغامق. هنا عندي حاله من حالات الغموض، فبالتالي الضوء بالنسبه لي ما هوش بيدي مود واحد، ده كل ضوء بيعبر عن حاله معينه. وده كان موضوع حلقة النهاردة، شكرا لكم، نشوفكم بإذن الله الأسبوع اللي جاي مع حلقة جديدة عن الإضاءة، وهنكمل فيها كلام مع بعض عن الضوء وإزاي نستغله بشكل فني ناجح داخل الصور الفوتوغرافية. لو أنتم حابين تشوفونا الأسبوع الجاي، اعملوا سبسكرايب عشان خاطر تشوفوا حلقة الأسبوع اللي جاي.